Oh my god! السلام عليكم، أنا رن وأنا جودي من قناة بداتز. اليوم رجعنا لكم بفيديو. أنا ليش متحمسة له؟ لأنه حابة أشوف كيف بيطلع شكلي لما بغير لون شعري، لما بغير لون عيوني، كل هذول القصص. فاليوم حنغير رند 180 درجة، وأخيرا أنا متحمسة أكثر من رند لأنه هيك مشتية أشوفه بلوك جديد غير هذا اللون. هو حلو بجنن يعني. شو يعني شو تياب أصدر؟ لا هيك لوك كامل بدي أشوف. قصدك لون شعري؟ إيه. حتى أنا مشتية يعني. والله في أفكار دراسي لأصبغ شعري لون كثير مجنون، بس go for it. جو فور ات. بتعرفي اللون؟ yeah. والله يا جماعة والله بتعرفي في هيك حسرة بقلبي، بس اليوم رح نجرب تغيير مو بسيط، بس تغيير مؤقت. ليش اشرح لك؟ مؤقت يعني ما نشوف شو شوفي غير شعرك عشان غير اشياء. حغير لون عيوني، حغير مكياج، ستايل الميك، ممكن ممكن اسوي حالي اسمر. فكرة والله فكرة حلوة صح، بسمر حالي يا. وبحط مثلا بس كنتو. بالعادة انا دائما بعتمد على البلاش والوجه الكيوت، هيك خلي ملامحك حادة. يا جماعة هذا الفيديو كتير طولنا لعملنا السيت اب، ما انا السيت اب تشوفه بسيط، بس والله غيرنا هلا حاليا الكاميرا. اذا الكاميرا احلى اكتبوا لنا تحت بالكومنت شو كمان لازم يعملوا. ولا تنسوا تعملوا لنا فولو على الانستغرام تبعنا، هذا انستغرامي وهذا انستغرام رين. يلا هلا خلينا نروح نجيب الاشياء. نجيب الاشياء. يلا خلينا نجيب الاشياء. اول شيء شو هو؟ الميك اب الاي شادو حنبدا صح؟ طيب عندي فكره، ليش ما تحطي اي شادو سموكي؟ هيك يعني تغيير شكل. عندنا هدول الالوان اللي هن الوان البينك جريئه. هي الوان جريئه يعني الوان توتيه، الوان فاقعه زهريه شوي كايند اوف. هذا اللون هذا، ولا بدك تحطي اسود؟ ممكن تخلطه مع اسود، ولا بتحبي هيك شيء فاقع؟ شوفوا بنشوف شو بيطلع معنا. ما بحس شيء فاقع لانه لما تشوفوا اخر شيء الشعر كيف رح يكون، بده لون على زهري. لو لون خليك يا مفاجاه لاخر شافوا بالثمنين يمكن، بس مفاجاه. اوكي مفاجاه. شوفوا انا هلا ماني حاطه لا اي شادو لا اي لاينر، ماني عامله حواجبي، ماني حاطه فاونديشن. اوكي يعني حاطه حمرا حتى كثير فاتحه. هي الحمرا رح تتغير، لازم لنا حمرا فاقعه شكلها. فخلينا هلا نحط الاي شادو. طيب انا شو حاعمل يعني؟ انا حاحط لك الاي شادو يا هذا اسمه فيديو بيتحول لتحول 180 درجه لبصير شو أبص وجهي وتشوه. قصدي واضح بيطلع. اوكي بنشوف كوين الميك اب لازم أوكي. تكون رند موجوده. واو اوكي يلا. اول شيء جبت هدول برشز في شعره هون. خلينا نبلش لو سمحتي. شوف طيب يلا تفضلي. شو خلينا نحط لون فاقع. ليش بهاي؟ اول شيء بتحددي بعدين بتدمجي. اوكي امسكي خلص. غيرتي رأيك؟ غيرتي. انت عملي اول عين، انا بعمل عين الثانية بقلده. اوه ماي جاد لون اسود كثير. اوه ماي جاد. شي مرة من قبل عملتي سموكي؟ لا يعني حط اسود على كل الجفن. ما بعرف، لا ما بعرف كيف بيعمل السموكي يعني هيك اسود بعدين افتح بعدين افتح. ما بتعرفي ممكن بعد هاللوك تكتشفي انه اللون الاسود بيلبق لك اكثر فتغيري. شوفي مبدئيا احس اوكي. شو رايكم؟ قررنا انه ما راح يكون اللون بينك لانه انا كثير بعتمد لوكات البينك بالحياه الطبيعيه، فنعمله شيء عن جد غير. يعني ما نضحك عليك، يعني شيء عن جد غير. يعني انا راح انصدم شكله بعد هذا الفيديو. كانت ايدي وسخه وحطيتها بالغلط. او ماي جاد. اوكي نيو لوك نيو لوك يا جماعه. عادي عادي بننظف اخر شيء. اوكي يا جماعه خلينا نحكي موضوع، اعطونا موضوع نحكي فيه بين مرتها. مو على اساس انا حاعمل لك عينك الثانيه. خلص انت بديتي فيها، ما حابدا فيها بعد ما انت بديتي. قولي انه قولي انا رح تتفشلي. لو لا ما حتفشل حيطلع حلو. ما فزنا. شو فكرت بدك تطلعي البط تضربيني؟ وات ذا هيل، وين عايشين؟ سوق الخضره. بتعرفوا لما يكون جايكم ضيوف هيك ما عندكم شيء تحكوا، بس هيك بتقعدوا بتتفرجوا علينا وهم يتفرجوا عليكم؟ هذا وضعي انا وانتو ورد الضيوف. لا انا هذا هن الضيوف. انت هذا شو يعني؟ انا هذا في شو عرفني؟ خلص يعني
حكيت شي لا اوكي في حمرة اسنان في حمرة اسنان بتعرفي شو بحس بدي اشوف رند بشو شعر اسود 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 حتى انا والله احيانا بفكر انه بدي اصبغ شعري اسود هيك بشتي اشوفه بحس هيك ايضا رند غير هلا خلصت صراحه كثير حبيت طلع فيني واو مع حلو لون عيونك طلع كثير حلو صراحه انا حتى كثير حبيته وين مره بحياتي حطيت لون اسود مشان هيك حاسه اني انا عن جد انسانه ثانيه هلا ما شفتوا شيء هلا افكر حاسه في شيء براسي شو هو انه تغيري لوك حواجبك يعني اعمل موديل ثاني يا عملي موديل تاني ممكن تغمقي شوي او تفتحي شوي اوكي ما اوكي هذا حبيته تخليهم سماك كتاف اكتر اوكي حبيت انه سماك طيب تعملي لي اياهم انت لا على الحواجب قد انا ما بعرف ارسم حواجب حتى من حي يعمل حتى انا يعني كيف بدي اغير اوكي اوكي بحاول والله عادي تعبت يا جماعة اوكي امسكي كملي والله تكملي صار لنا 10 ساعات صار سميك يعني تغير شكله بس صار ويرد اللون ويرد علي هيك ما بعرف بس حلو صح؟ يا حلو حسيته يعني حلو يعني وهلا خلصنا الحواجب يعني تقييم للحواجب تقريبا 5 لا والله العظيم حلوين شوفي ما انت كمان مرتاح حاسه انه كثير غريب هذا الشيء اللي عم بعمله يعني يا اكيد حتحسي حاسه كل واحد غير عن الثاني بتحس نفس الشيء بحس نفس الشيء تقريبا تقريبا هلا شو 75% شو البارت الثاني بارت الثاني كانه كان لازم احط عدسات اول شيء اوكي عدسات كانه نسينا عدسات يلا ايه شبيك عم تضحكي لا تشقي يا بليز هلا حطيت عدسات طبعا حاسه كثير شعور غريب لانه مالي بالعاده احط عدسات واي شادو كثير ميك اب بس الصراحه لوك خطير بس انا ماني قدراني اشوف منيح هلا انا لو عم شوف تغبيش يعني ماني عم شوف شيء طبيعي ماشي حالك بدنا نغيرك هلا دور شو كيف البنات بيقدروا يتحملوا هذا اللوك اللي بيعمله الفاونديشن تفضلي انا بحط لك خلص الفاونديشن سهل يا جماعه بتلبك لما احط لحد اقسم بالله صحيح شبك يعني بلش على اليمين يتحسن شو ماما ما كل هاد يعني فاصلك عبد ايدك شو هاد والله انت والله ما خرج يعني هلا خلصت حطيت الفاونديشن طبعا هي بعد الكريم والميك اب على البشره كثير صار احلى الموضوع هيك شو هلا البشره نورت هلا ما حنحط بلاشر مثل ما قلنا لانه رن دائما بتحط بلاشر بس حنعمل لك كونتور قوي كونتور حاد رح يكون انا حاول انا والله هي انا بعملك انا بحب اعمل كونتور اي واحد عادي بلاش هذاك الخط لا رحت له شفت انه عندي كثير غلط ليش تغيرت صح؟ تغيرت حطيت هاي لايتر والكونتور القوي شوفوا عملنا كونتور قوي قوي اول مره حتى بعمل لان في اول مره حتى بحط كونتور بالعاده دائما بس شي ناعم هلا اخر اقوى تغيير لا هلا اخر خطوه الميك اب رح نحط حمره فاتحه هي بالعاده يعني هذا الشيء الوحيد اللي بالعاده بحط نفسه بس لانه اوريدي يعني سموكي وهيك خفف من التم خلصت الحمره خلصت الميك اب كامل هلا الخطوه اللي بعدها كثير خطوه ما بحبش سلها بس هي انا عارفانه انه اصعب خطوه لانه ولا مره عملتها انه حط باروكه شعر بلون رمادي لون رمادي يا جماعه لون خطير ترى يا جماعة رند أخذوها وبدلوها بكائن تاني مختلف كليا ما أعرف كائن من وين بس كائن جميل أهم شيء يعني أنا مصدومة من قدرة البنات كيف بيقدروا يغيروا حالهم لهالدرجة من ميك اب وأشياء مثل هيك بسيطة لأول مرة بستوعب هذا الشيء عن جد لأنه هلا كتير تغيرت مهم إنه استمتعنا بهذا الفيديو صح؟ كتير استمتعنا أنا كتير انبسطت وحكون لتحت لو بدكم أجزاء تانية شو ممكن نعمل براند كمان ولا تنسوا تعملونا سبسكرايب على القناة تبعتنا الزر الأحمر اللي حيطلع لكم هون كالعادة تقول حيطلع لكم هون وأنا لازم بالإديتينج زبطوا وطلعوا من هون بس ما علينا انزلوا لتحت اضغطوا على زر السبسكرايب مشان تصيروا من عائلتنا وكمان لا تنسوا ضيفونا على الإنستغرام هدول هنا حساباتنا هون ومنحبكم كثير يا احلى ناس وسلام